أيها الإخوة الأفاضل، الأخوات الفضليات، نلتقي اليوم في فعالية سياسية ذات خصوصية تنظيمية، وهي حفل تنصيب الهيئة الانتخابية الوطنية، والتي ننصبها بمناسبة إعلان رئيس الجمهورية لموعد الانتخابات الرئاسية طبقا ما يخوله له الدستور. أقدم لكم الهيئة الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية وما تليها من استحقاقات، الانتخابات الرئاسية وما تليها من استحقاقات. دكتور أحمد محمود خونة نائب رئيس الحركة، لكي تشوفوا كله. الأستاذ عبد السلام نائب رئيس، ثم عبد السلام مرة تشوفوه منا مرة تشوفوه منا، نائب رئيس مجلس الشورى. الأستاذ سعيد نفيسي نائب رئيس الحركة. بروفيسور مولود حشمان. الأستاذ كمال بن خلوف. الأستاذ عبد الصمد ريح. دكتورة جميلة محمدي. الأستاذة الحاجة نادية. الأستاذة فريدة رحال. الأستاذة سليمة بداني. بروفيسور عبد القادر بن ريش. الأستاذ نصر الدين بغدادي. الأستاذ حسام هاشمي. وأخيرا وهو الأول الأستاذ عبد الوهاب قلعي. إذن هؤلاء الإخوة والأخوات هم قيادة أركان الهيئة الانتخابية للانتخابات الرئاسية وما يليها من انتخابات واستحقاقات أخرى.